بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الإحساس بالضجر يؤدي إلى الموت المبكر. دعوني أتأمل معكم ماذا وجد العلماء حول يعني الاكتئاب والإحساس بالضجر والملل وعدم الرضا عن الواقع. معظمنا للأسف لا يرضى عن واقعه اليوم. دعونا نتأمل ماذا وجد العلماء في دراسة علمية حديثة جدا. يقول العلماء في دراسة لجامعة كلية لندن إن الإنسان الذي يشعر بالضجر والملل والضيق يكون أكثر عرضة للموت بنسبة الضعف. لقد تمت مراقبة 7000 إنسان خلال 25 سنة، وتأكد العلماء أن معظم الذين عانوا من الملل والضجر والضيق كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ، وبخاصة القلب. ويقول البروفيسور مارتن شيبلي المشرف على الدراسة إن أفضل طريقة لإبعاد السأم والضيق عن هؤلاء أن يفكروا بمعاناة غيرهم من الأصدقاء والأقرباء، وأن يعملوا من أجل الآخرين ويساعدوهم، وبالتالي يشعرون بقيمة هذه الحياة وحلاوة الحياة عندما تفكر بغيرك وتحاول أن تساعد غيرك، مساعدة الآخرين. دعوني أيها الأحبة أتأمل معكم ما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. سبحان الله، انظروا إلى ثقل وعظم هذا الكلام أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد من خلال هذا الحديث أن يضمن لنا الحياة المستقرة والسعيدة، وأن يبعد عنا هذا الملل والضجر. لأنك أخي الحبيب عندما تسارع في مساعدة الآخرين، تتطوع في أعمال الخير والبر، تبعد عنك القلق وتبعد الموت المبكر وتعيش فترة أطول علميا. لذلك ألا نتبع هذا النبي الكريم الذي أرسله الله وقال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.